للتعليق على استمرار الانتهاكات الحكومية والميليشيات ضد المتظاهرين في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الإعلامي والناشط السياسي السيد قصي البغدادي. سيد قصي، بداية مرحبا بك. يعني لا تزال الانتهاكات التي ترتكبها القوات الحكومية والميليشيات في العراق ضد المتظاهرين السلميين لا تزال متواصلة، تتزايد أيضا مع الحديث عن تسمية رئيس للحكومة جديد. كيف تنظر إلى استمرار الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين؟ مرحبا بكم أخي العزيز وبقناتكم قناة الرافدين ومشاهديكم الكرام. هذا الأمر ليس بجديد، قضية الانتهاكات وقتل المتظاهرين والترويع والخطف الذي هو دعبت عليه الميليشيات المرتبطة بنظام إيران، بنظام الولي السفيه، التي تحاول وقت هذه التظاهرة وبنفس الوقت اطفاء هذه الشرارة الشعبية التي خرجت بدون ميول وبدون أجندة، وكما يسمونها بأنها مدفوعة الثمن. لا، بل هم هؤلاء المدفوعون الثمن الذين أتوا لكي يطبقوا أجندة، وأجندة إيران أكثر دولة هي توغلت وتغلغلت في العراق. قضية القتل وتكميم الأفواه، هذه الأساليب هي متبعة للسلطة، وهذا القمع هو دعب عليه ساسة الأحزاب السياسية المتأسلمة التي حكمت العراق منذ زمن المالكي ولحد يومنا هذا. القمع والقتل لكل صوت يخرج ينادي ويطالب بالتغيير ويريد أن يزيح هذه الطغمة الفاسدة التي جثمت على صدور العراقيين طيلة 17 عام. الآن ستوغل بالقتل أكثر، خصوصا بعد الانهيار الاقتصادي وما تمر به من أزمة فيروس كورونا الذي سيطيح بهذا النظام، وخير دليل بأنها قد أوعزت إلى الحرس الثوري بأن يكون هو الذي يلزم زمام الأمور في الشارع. وبعد أن أرسلت شمخاني إلى العراق، هي رسالة واضحة بأن على الكتل السياسية المرتبطة بإيران أن تسمي رئيس وزراء بأسرع وقت ممكن لكي تتم عملية التبادل التجاري والصفقات والعقود، وتحول الأموال لإنقاذ نظام خامنئي الذي هو الآن يتهاوى ما بين العقوبات الاقتصادية وبين وطأة الشعب الذي لا نعلم بأي لحظة يثور عليه في إيران. فالاغتيال يا عزيزي هو ليس بجديد وليس وليد اللحظة، هو أسلوب متبع لكي يحاولوا أن ينهوا هذه الاحتجاجات. كيف تابعتم ردود الفعل للشارع الغاضب، الشارع المتظاهر، شارع ثورة تشرين في ساحات التظاهرات؟ كيف تابعتم الاغتيالات التي قامت بها القوات الحكومية والميليشيات ضد الفنان عبد القدوس قاسم والمحامي كرار عادل؟ أعتقد أن الرسالة والرد كان واضح يوم أمس حينما توجهوا المتظاهرون بإحراق مقرات تابعة لمقتدى الصدر وإلى قيش الخزعلي، وهي دلالة واضحة بأن الشعب الآن شخص من هو القاتل ومن هو الذي يقوم بهذه الأفعال الشنيعة تجاه المتظاهرين ومن هو الذي يقتل ويغتال. هم هؤلاء الأشخاص، هم وأحزابهم، هم وميليشياتهم، هم وقواعدهم الشعبية الموجودة هي الآن مشخصة. أعتقد بأنهم الآن أصبحوا مكشوفين لكل الشعب العراقي، والدليل بأنهم الآن مرفوضين في ساحات التظاهر وفي أي مكان، لأن ولائهم لشخص ولا الشخص الذي يتبعونه ليس للعراق، فلا يلاقون بأي ترحاب، بل يجابهون برد وردع. وخير دليل بأن الجموع خرجت يوم أمس وعبرت عن استنكارها بإحراق هذه المقرات، وهنالك بعض الناشطين التقينا بهم يوم أمس قالوا إذا استمرت هذه الانتهاكات سيكون لنا تصعيد أكثر من حرق المقرات، لأن أعتقد بأن الناس ستدافع عن نفسها، لا تبقى مكتوفة الأيدي تجاه هذا القتل وهذا السيل من الدماء وهذه الانتهاكات التي هي تجري منذ انطلاق ثورة أكتوبر لحد الآن. اليوم أيضا كانت هناك محاولة اغتيال ميليشياوية فاشلة في ميسان ضد الناشط في التظاهرات رضا العقيلي. يعني من يحمي هؤلاء الناشطين؟ يعني عمليات القتل مستمرة، ليس هناك مساءلة ولا محاسبة لقتلة المتظاهرين. هل سيظل الحال كما هو عليه، الاستهداف المستمر للمتظاهرين متظاهري ثورة تشرين؟ أخي العزيز،
تكلمنا سابقا ومن خلال منبر الوافدين وناشدنا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية أن تكون لها موقف جاد وواضح وصارم تجاه كل هذه الانتهاكات، لأن كل من هو الآن في العراق من ساسة ومن رجال دين قد تآمروا على الشعب العراقي. يعني أعتقد بأن الأمر واضح، وما حصل للأخ الزميل العقيلي هو هي محاولة من ضمن المحاولات التي تنطوي لإسكات الأصوات الوطنية. المرجعية نحن نسائل ونطرح سؤال، وهذا السؤال يطرح نفسه على الأرض الواقع. المرجعية لماذا لا تخرج لنا بفتوى تحرم قتل المتظاهرين؟ لماذا هذا السكوت ولماذا هذا التسويف؟ وأعتقد بأن فيما لو خرجت بفتوى تحرم قتل المتظاهرين، هل ستتوقف عمليات الاغتيالات هذه للناشطين؟ لن تتوقف هذه العملية، لكن هي لن تخرج. يعني نحن نطرح هذا السؤال لكي أيضا نكشف حقيقة هذه المرجعية المرتبطة أيضا بأجندة خارجية، لأنها لن تخرج وتحرم دماء العراقيين. هي لم تخرج وتحرم دماء العراقيين سابقا، بل هي أعطت ذريعة لإيران وميليشيات إيران لقتل السنة وقتل الشيعة في كل بقاع العراق. فهي الآن هي أيضا هي مطالبة، لأنها شريكة، فهي الآن تلتزم الصمت. وأعتقد أن الفيروس أتى لها إنقاذ بأنها لا إنهاء التجمعات وإنهاء صلاة الجمعة، لكي لا تطالب بتصريح، وهي كانت تخرج علينا بتصريح كل يوم جمعة، والدماء تسيل والقتل مستمر من في كل أيام الأسبوع. لكن أعتقد بأن رد المتظاهرين سيكون هو الرادع، وهو الصوت المدوي الذي سيصل ويوصل الجواب إلى هذه الأحزاب والميليشيات. من بغداد الإعلامي والناشط السياسي السيد قصي البغدادي، شكرا لك.